طه يلعب لعربي لمحمد ياسر لشادي رضوان شادي شادي يلعبها لياسر يلعبها في المرمى جول 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 جوه جول هدف اول للنادي الاهلي عن طريق اللاعب محمد ياسر محمد ياسر يضع هدف اول في كره تخدع فريق مصر بالكامل خدعت الجميع خدعتنا كلنا وخدعت كل من في الملعب بباطن القدم يسكنها المقص الايسر لمرمى الحارس احمد خالد طه سندت عدت اشرف يصوب يا ولا جول يا سلام يا سراج يا سلام عليك يا سراج يا سلام عليك يا احمد يا سراج هدف عالمي للعيب النادي الاهلي واحمد سراج وفرحه فرحه على وجه احمد سراج بجمله فنيه عليها تريد مارك علامه مسجله بتوقيع وختم احمد سراج محمد اشرف اشرف يعلق العرضيه الراسيه جول 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 جوه جول هدف ثالث للنادي الاهلي الثلاثيه تكتمل الثلاثيه الحمراء والعرضيه الجميله والراسيه الاجمل والاروع من محمد ياسر ادي محمد ياسر ياسر يلعبها بعرض الملعب الفراري يا ولد يا ولد يا ولد جول جوه جول الفراري يعود من جديد يعود الفراري من جديد قلت لحضراتكم الاستلامه هي الجول قبل ما يصوب قبل ما يسدد قلت جول لان الاستلامه هي الجول والفراري شادي رضوان يعود من جديد للدوران وللانطلاق يضغط مره ثانيه محمود صابر عدت عمر عمر حجاج عمر عمر يصوب جول 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 جوه جول هدف خامس للنادي الاهلي الخماسيه تكتمل هدف خامس خمسه وخميسه عليكم النهارده خمسه وخميسه على الاهلي النهارده